تشهد العلاقات المصريه الصينيه تطورا مستمرا في كافه المجالات. علاقات اثبتت القدره علي مواكبه التحولات الدوليه والاقليميه والداخليه حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقه. علي مدى عقود طويله تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً مستمراً في المجالات كافة، علاقات أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تنتهج الدولتان سياسات متوافقة، تلك العلاقات حققت طفرات منذ عام 2014، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني. اللقاءات الثنائية أثبتت توافق الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف، لسيما في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف، مع بذل كل ما يلزم من جهود للتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط. وفيما يخص القضية الفلسطينية فلمصر والصين مواقف متشابهة، اذ تؤيد بكين حل الدولتين ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على اكمل وجه بكافة الارض الفلسطينية المحتلة، وتتمسك الدولتان بمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وقد تجلت هذه السياسة في مواقف كل منهما تجاه الاخر في مختلف في المحافل الدوليه وخاصه في ملفات النزاعات الاقليميه والدوليه كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دوله واحده للصين هي جمهوريه الصين الشعبيه كما تبنت الصين موقفا مؤيدا لاختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضيه هكذا تنتهج القاهرة وبكين السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر.